تلاقى موقفه الحاسم من القضية ترغيبا ودعما من جماهير بدا من ترى أم بدا يا محمد. نعم يا فندم. تعال يا ابني هات لي دفتر الزيارات أم دي. الباشا المأمور مضى. زهقت. أي خدمة تاني سعادتك؟ روح روح. قلت لك خد لك أجازة، أنت اللي مش عايز. يا فندم أخد أجازة ليه طالما أنا قادر أشتغل؟ عشان أنت على ذمة التحقيق، ولا يجوز توقيعك على أي أوراق رسمية لحد ما ينتهي التحقيق وتبرأ ذمتك. هو أنا مشكوك في ذمتي؟ يا أشرف ده تحقيق، يعني الشك موجود في كل شيء لحد ما يثبت العكس. بس أنا زهقت، أنا باجي كل يوم الشغل وما بعملش أي حاجة. ريح لك يومين في البيت. البيت؟ معقولة يا سعد؟ استقالة؟ استقالة؟ ليه يا سعد؟ هو حد زعلك في حاجة؟ لا بالعكس، ده انتوا حتى احسن ناس. موضوع يعني باختصار ان انا قررت افتح شركتي الخاصه وابقى حر نفسي. يعني احنا كنا مسلسلينك؟ لا ابدا، يعني بنت اخ اكبر، وانا بصراحه اتعلمت منك كتير قوي، وعمري في حياتي ما هنسى افضلك عليا. طبعا، عشان كده هتفتح شركه لوحدك وتنافسني في السوق. لا انا عارف ان الحاجات دي ما تفرقش معاك، انت راجل فاهم شغلك كويس وعارف انت بتعمل ايه. بص يا سعد، انا مش هكذب عليك واقول لك اني مش زعلان انك ماشي، لانك كفء ومكسب لاي مكتب، بس في نفس الوقت يهمني انك تامن مستقبلك وتحافظ عليه، وامنيه حياتي وسعادتي انك تنجح في حياتك العمليه. الو هواريو مستر، يعني اذنكم مكالمه من لندن. اتفضل يا فندم. جود لك يا سعد. اتفضل. شكر قوي يا هاني بيه. صفية اشوف وشك بخير. يعني افهم من كده ان انا مش هشوفك تاني؟ لا مين اللي قال كده؟ اكيد هنبقى على اتصال ببعض، وطبعا هشوفك في البورصه. خد بالك من نفسك يا سعد، وخليك دايما فاكر ان انا طول عمري هفضل فاكرك. حاسس ان واحد تاني ما اعرفوش، وخايف قوي من بكره. ده شيء طبيعي، المجهول بالنسبه لنا كلنا مخيف. طيب واللي ماضيه الحاضر بتاعه ومستقبله ويخوفه يعمل ايه؟ ايه التشاؤم ده؟ انت محتاج تبقى متفائل اكتر يا اشرف. ازاي؟ ازاي والظروف بتحاصرني؟ انا تعبان، تعبان قوي ونفسي ارتاح. ممكن تكتبي لي على حاجه تهديني؟ انا سبق وقلت لك انك مش محتاج اي ادويه، انت محتاج فتره نقاهه تخرج فيها وترتاح وتنسى مشاكلك. ازاي بس؟ انت مش بتقول ان انت واحد تاني؟ ايوه. خلاص انسى مشاكل اشرف وعيش بالتاني شويه. مشكله ان كلها مشاكل التاني، ويا ريتني عرفت افضل اشرف زي ما انا. معلش ممكن ارد؟ الو. ايوه حبيبتي. لا طبعا ما نسيتش، بس مش هتاخدي الهديه اللي يوم عيد ميلادك. انا قاعده مع عمو اشرف في الشغل. حاضر، حياتي عايزه تعزمك على عيد ميلادها. الو. ايوه حبيبتي. وحشتني قوي يا عم اشرف، اوعى ما تجيش يوم الخميس اللي جاي عيد ميلادي. مش هقدر يا حبيبتي، انا مسافر وعندي شغل. ما ينفعش تأجل سفرك، ده عيد ميلادي ما بيجيش غير مره واحده في السنه. هحاول. انا مش هطفي الشمع غير لما انت هتيجي. ان شاء الله. حاضر. ماما معاك ايه؟ ايوه حبيبتي، خلاص هأكد عليه. يلا باي. ها قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي لعيد ميلاد؟ بصراحة مش هقدر. ليه؟ دي فرصة كويسة قوي انك تغير الباد مود بتاعك. لو جيت هيبقى دمي تقيل قوي. لا بالعكس، انت وجودك بيسعدنا جدا، وخصوصا حياة، اصلا اتعلقت بيك قوي. متعلقة بيا انا؟ ايوه، اصلك فيك شاه من باباها، ويمكن وجودك جنبها في العيد ميلاد يحسسها ان باباها موجود.